بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النموذج الخامس من نهج أسئلة الوزاري. Examination in English for Preparatory Schools. Note: Answer all the questions. يعني ملاحظة، أجب على جميع الأسئلة. High reading comprehension عليها اللي عليها 10 درجات، يعني يقصد 10 هنا 20 درجة، 10 على قطع الكتاب و10 على هاي الريدنج كومبرهنشن. نعم، هاي القطعة الموجودة تجيك فرع اي السؤال الاول، ومثل ما موجود هنا امامك، هاي ماي نيم از امي الى اخره، و تقرأ القطعة جيدا وتجاوب على هاي القطعة، تقرأها وتجاوب على الأسئلة الموجودة. نمبر 1، هذا Where is the toy shop located؟ كلمة located يعني يقع. ثانيا، نمبر 2، When is the busiest day at the toy shop؟ يعني كلمة وين يعني متى، كلمة و يعني أين، هنا يريد مكان، هنا يريد زمان. نعم، إذن هنا متى يكون busiest، أكثر يوم يعني ازدحام بي على هذا التوي شوب، على المحل بيع اللعب. Number 3, why is the toy shop so busy, so noisy؟ العفو، so noisy يعني ليش هذا noisy، يعني ضوضائي، يعني اكيد الناس تلتمع حوله ويكون كثير من الاصوات موجودة بالقرب منه بي الى اخره، ازدحام عليه. نعم، هاي الاسئلة الموجودة. واخر شيء، suggest a suitable تايتل، يعني لو اريد تقترح عنوان لهذا، ماذا تقترح؟ لاحظ هنا نقول هذا يرهم عنوان توي شوب، احسن عنوان، افضل عنوان هو التوي شوب، وهنا لهذا المحل. بي انسر اور كومبليت 5 اوف ذا فولوينج سنتنسز يوزنج انفورميشن فروم يور تكست بوك، يعني اكمل هذه الجمل بمعلومات your text book، يعني من كتابك، يعني على قطع الكتاب علي 10 درجات. نعم، تكمل شقد؟ 5. هاي الملاحظة منطيك ياهن، المنطيك ياهن 7، يعني ترك 2. هذا لين تدريب، هذا نموذج أسئلة الوزاري، ودائما يكون مو من نوع واحد. لاحظ، شوف هاي الجملة الأخيرة نمبر 7، هاي شلون نقول، يعني بسويها اكمل اكمل. One of the main responsibilities of a banker is، يعني واحدة من مسؤوليات الرجل المصرفي أو العامل في المصرف هو كذا. هذا سؤال سادس، وإحنا صح وخطأ جاية. Interpreters must have 3 active languages، يعني هذا من قطع الكتاب يقول المترجم أو المترجمون، أي واحد مترجم يجب أن يمتلك 3 لغات. لا شيء بها، 2 كلش كافي. نعم، إذن true or false، I false. نعم، وهكذا البقية الأسئلة عليها أسئلة وأجوبة. نأتي على السؤال القواعد النحو مثل ما موجود بالأسئلة الوزارية، كل سنة يجي هذا عليه 20 جملة، 20 جملة هنا على هذا، أقول 10 جمل وعلي 20 درجة. نعم، هذا 12 جملة، تجاوب 10. وبعدين لاحظ انه لازم سؤال قواعد يكون موزع على جميع الكتاب، يعني على كل الكتاب. هسه نشوف مثلا
prohibition التحذير، يعني هذا أكيد على mustn't، هو بيونت 2. وهنا عندنا مثلا موجود هنا make a question to the underlined words، يعني هاي كلمة انت تسوي عليها سؤال. وهنا unlike use unlike، تستخدم combine أربط، تستخدم unlike. نعم هاي جمل بالأخير مع الكتاب. وهنا عندنا future in the past، يعني هنا تسوي هاي الجملة مستقبل ولكن بالماضي، يعني ايش اكو بالمضارع يصير ماضي. هنا مثلا على سبيل المثال هذا is going to، هذه هي هنا الحل is going to، سويها ماضي، ايش بيها ماضي بس اللي تصير was، وهاي هي. نعم وهكذا بقية الأسئلة، الأسئلة كثيرة الموجودة. هذا موضوع الريجريت، هذا وهذا موضوع الريبورتد كويشن عن الكلام المنقول، هذا الريلاتيف بروناون، هنا تربطها بريلاتيف بروناون، كومباين يعني اربط، هي بوع شعر كلمة كومباين اربط، وجوين ايضا هم اربط. نعم هنا هذا التعريف، هم يجيك تعريف احتمال، ديفاين افاشن ديساينر، وهكذا هذا مصمم الازياء، ومنطيك هنا نص جواب وانت تكمل لما نصل ان شاء الله اشرحه الله كريم في الموضوع. وهنا موجود عندك هذا ايضا موضوع somebody stole their television، use the correct form of have او لو have لو make، يعني هاي يصير بالماضي اكيد لانه هنا عندنا فعل ماضي. وهذا موضوع ان شاء الله بعدين ينشرح. نعم تتحول have هذه ميك الى ميد، وبعدها مفعول به، نعم وبعد المفعول به مصدر مجرد، وهذا يكون تصريف ذات للفعل. 11 اللي هي اعتقد بيونت 1، خلينا نشوف put in order رتب، وعندنا الضمير هذا turn off it، من يجي ضمير، الضمير يسبق حرف الجر، حرف الجر يكون بعد الضمير، يعني يصير turn it off. شارحي هذا الموضوع، هذا من موضوع آية 12 بولايت ريكوست الطلب بأدب، وعندنا would you could you وكان يو ذن الموجودات في يونت 2. نعم ان شاء الله الدرس القادم اشرحه. عندك هذا السؤال بي مثل ما قلت لكم عليه، يكون دائما اختيارات او وصل، يعني هسه هذا هنا منطيك انطيك اختيارين، ما انطيك اكثر، انطيك اختيارين، هذا اختيار وهذا اختيار. نعم وعندنا ايضا هذا كليته اختيارات، بقى احنا والله going to، وهنا since for، هذه since for يعني، وهذا هنا ever never يعني شرحناها اعتقد احنا مشروحة، هاي never تكون في جملة الجواب وever تكون في جملة السؤال. نعم هكذا انه هذا سؤال القواعد. سؤال فوكابولري اللي هي المفردات، هذه عليه 20، يجي 3 فروع اي وبي وسي. نعم هاي كلمات ينطيك تدخلها حسب المعنى، حسب المعنى، وان شاء الله بعد مثل هاي disposed of، الاوف يجي وراها حرف جر، هاي حرف جر لان يجي وراها اسم، وهذه اسم، وهذا اسم، وهاي الصفة المنتهي ب او يو اس صفة، حتى نحلين overlooked يعني يطلع على هاي فعل، وهذه او يو اس منتهي اذا هاي الصفة، وهكذا حتى نعرف بعدين نشرح ان شاء الله ونوضحهن حسب كلمة حسب موضوعها. بي وصل، هاي وصل حسب المعاني، المعاني هنا هذه match the words or phrases and phrases list A ويا list B، وهاي مثل ما نشوف هذا كل وحدة وحلها قبالها ان شاء الله. هاي نمط اسئلة الوزارة اللي انت اخاف طالب ما شايفها، اخاف طالب ما يعرف تفاصيلها، حتى الطالب اذا عرف عن اسئلة الوزارة شوية ونمطها اكيد راح اندرجته تصير افضل واقوى واحسن. نعم من الطالب اللي ما شايفها ولا يعرفها شلون راح تجي، يصير ارتباك هنا ما يصير ارتباك بعد. وهذا السؤال اللي هو هذا السؤال فرع سي اللي هو تابع للمعاني، العالية قلنا 5 درجات، الجواب منه 5، نسميه سؤال الاضافات.
سؤال الاضافات، يعني هنا مثل كام السادسة، كام كامينج بيجين، لان على مود الترعيف بيجينينج، يعني هنا نعم دبل ان اي ان جي وهكذا. وهنا مختصرات او مختصر بالعكس جايباني عكس ما هو موجود بالكتاب، لان السنه سووا هيك شغله هم. وهاي كل هاي مرادفات وهكذا، يعني احنا ما نريد نظل نشرح فيديو ننطبس نمط الاسئله وهكذا. سؤال الرابع اللي هو literature يعني ادب، احنا عندنا مثل ما تعودنا وقلت لك انا عندي قطعتين تخص الادب، هي الكاثرين مانسفيلد اللي هي عن الكناري، وعندنا محمد خضير الكاتب العراقي اللي هو عن الارجوحة. والسؤال يعني انشاء العفو سؤال الانشاء اللي هو يضمن فرعين سؤال انشاء يضمن فرعين اللي هو اي وبي، وانت تجاوب بس واحد ما تجاوب اثنين، وهذا عليه 20 درجة. انت تختار بكيفك، تريد اي تريد بي، بس من تختار الجواب تجاوب بالشهري بالوزاري لازم تكتب الفرع مال، مثلا السؤال الخامس فرع اي، او سؤال الخامس question 5 answer مثلا بي تجاوب بهذا السؤال اللي جاء شوفه قدامك. انا رايت اكتب 100 to 120 words about studying عن الدراسة while you are working أثناء العمل، يعني أنت تعمل وتدرس بينما تدرس وهكذا هذا. والثاني هو اكتب من 100 إلى 120 كلمة words about ways people can عن طرق الناس يستطيع أن improve يحسنوا بيئتهم، يعني تتطرق بها للتنظيف والغير شغلات اخرى. هذه الانشاء عن البيئة يسمونه، الانشاء هذا عن البيئة لان environment يعني معناته البيئة كيف تحسن. تشوف هذه ان improve environment انت تكتب الانشاء عندك هو عن البيئة. good luck، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.